اقدر اشوف من بعيد ازاي تشتغل. نعم الزادات عندي ممتازه هذا خلاص شغال كويس تمام. Testing, testing, okay. Welcome to Startup Weekend Khartoum. كم من الحضور هنا حاضرين Startup Weekend قبل؟ كنت وطي صوت؟ كم واحد حاضر Startup Weekend قبل؟ كلكم جديدين على Startup Weekend. كم واحد جاء Startup Weekend كمبرمج أو تقني؟ عنده خلفية تقنية يعني. طيب كم واحد جاي Startup Weekend من خلفية ديزاين تصميم؟ كم واحد جاي من خلفية بيزنس يعني في الأعمال؟ كم واحد جاي من خلفية قانون؟ شنو بعد الخلفيات اللي موجودين ما ذكرناها؟ شنو اللي ورد يقولون؟ نعم؟ أعلى ماركتينج. ماركتينج هذا ضمن البيزنس يعني. ممكن توطي صوت أكثر؟ طيب أريد أسأل سعد فد اكسرسايز سريع. من اللي من خلي يعني راح اقول اشياء اذا تنطبق عليك الاشياء خلي ايدك مرفوعه. من اقول الشيء الاخر اللي ما ينطبق عليك نازل ايدك. ف من اللي موجودين هنا يحتاج يتنفس الاكسجين؟ يلا كلكم تحتاجون الاكسجين. من اللي موجودين هنا يعيش على كوكب الارض؟ كلكم تعيشون على كوكب الارض. من اللي موجودين هنا يحتاج الماء حتى يكون يظل عايش؟ من الموجودين هنا يعتبر نفسه إنسان؟ كنا إنسان صحيح؟ من الموجودين هنا يحب السودان؟ كنا نحب السودان. تمام تمام خلي يدكم مرفوعة خلي يدكم مرفوعة. من اللي موجودين هنا متحمس لستارت اب ويكند الخرطوم الأول؟ متحمسين يعني كنا جايين متحمسين عندنا يومين ونص راح نبقى نشتغل بها نحقق نجاح نحقق شغل نتعرف على بعض نشتغل بعض نسهر بالليل نظل نتعب وبالأخير إن شاء الله الثمرة تعبنا كلها راح تكون مفيدة. هذه الباسورد الواي فاي والباسورد مال الواي فاي. الهاشتاج بالتويتر أريدكم تصعدون تسوون بوستات تصعدون صور تصعدون أبديت من الإيفنت شنو التجاربكم شنو انطباعكم من الإيفنت. الهاشتاج ستارت اس دبليو خرطوم واسم اسم اليوزر مال الايفنت اس دبليو كي اتش 14. فاهلا وسهلا بكم. انا اسمي مرتضى انا راح اكون الفاسيليتيتر مال الايفنت خلال هاي اليوم ونص القادمه. مهمتي او وظيفتي بهذا الحدث انه اكون supporting for the event واكون يعني اقدم لكم المساعده والخدمات اللي تحتاجوها حتى يكون هذا الايفنت ناجح ويحقق نجاح. سبايدر مان هو الشخصيه شنو السوبر هيرو بالعربي؟ البطل الخارق. انا سبايدر مان هو البطل الخارق المفضل مالتي اكثر واحد احبه. وهاي بالصوره اني لابس بدله سبايدر مان. بعض الوقت انا اقضي وقت احاول اصير سبايدر مان بقيه الوقت اشتغل مهندس بشركه الفيسبوك. أنا جاي من كندا ساكن بمدينة فانكوفر أشتغل مبرمج بالفيسبوك. تعرفون الفيسبوك صحيح؟ طبعا هذا الحدث ما راح يكون ناجح وما يكون يتحقق لو ما الجهد والتعب اللي بذل الفريق المنظم الأورجنايزنج تيم موجودين دار مدار الغرفة. أكو صورهم بعضهم هنا أكو بعضهم صورهم ما موجودين أكو فولنتير وتصفيق الأورجنايزنج تيم
ولو ما كان التعب اللي تعبوه والجهد اللي جهدوه ما كان هذا الايفنت يتحقق. فشكر جزيل وحقيقي للاورجنايزنج تيم. عندنا احد اصدقائنا من اللي هو احد المنظمين محمد عبدين راح يكون يحكي لنا عن تجربته ويعطينا تقديم للسيرفيس ليتر. محمد. المشكلة شنو يا شباب؟ دي مشكلة في ضغط القاعة ولا دي شنو المشكلة؟ ها قطعت الكهرباء صح؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله. أنا أول حاجة يا إخواننا قبل ما أبدأ البرزنتيشن أو أخش في أي سلايد يعني حابي أشارككم شعوري الليلة وأنا بقيف الليلة وأشوف إنه يعني مركزنا مركز IEC بينظم أول إيفنت بالحجم ده في السودان. يعني أنا بتذكر الليلة قبل 3 أو 4 سنين 2011 لما قعدنا نحن شخصين بس يلا نسمع بدون نور ما مشكلة. لما قعدنا نحن شخصين بس أنا والبشمهندس عبد الكريم وبدينا نتكلم عن موضوع ريادة الأعمال في السودان وإنه كيف الفرص في السودان اللي بتطلع من مشاريع التخرج. يعني البشمهندس عبد الكريم كان عمل جلوف للصم والبكم لما يحركوه بإشارات الصم والبكم بيطلع صوت يعني الزول ممكن يتكلم عبر الجلوف ده. اتكلمنا انه كيف انه ممكن حاجات زي دي تتحول لمشاريع حقيقيه وتفيد الاقتصاد في السودان. وبدينا من 2011 نشتغل ونمشي ونحاول ونقدم. الليله انا قاعد قبل شويه هنا ويمكن اي زول يجي داخل بشوف يعني شكلي انه انا قاعد ومبتسم بس بعاين للناس. لانه انا بشوف في فيجن اتخطت قبل 3 أو 4 سنين الناس بتعاين لها بشوف الان حقيقيه. فالناس المعانا الليله المشاركين البارتيسيبيترز الليله ممكن يكونوا بعينوا لاحلام مكتوبه في الورق لكن بعد 3 سنين انا متاكد حالقى منهم بزنس مان قاعدين في الماركت وبفيدوا في شنو في السودان. فيا اخواننا اخذوا الايمج اللي انتم شايفينها الليله دي اخذوها كشنو كدافع ليكم انه الاحلام بتتحقق وبتبقى حاجه حقيقيه ملموسه في اليد. انتوا هسه الايفنت ده مش ماسكينه في يدكم، انتوا مش قاعدين معانا حاسينه. اهو ده كان حلم في يوم من الايام. فانا برحب بكم جدا، برحب بالمشاركين، برحب
الكوتشيز، برحب بالمنتورز وكده كلهم، وان شاء الله يكون الايفنت خفيف ومفيد وجميل للكل. اواصل اتكلم بدون برزنتيشن؟ طيب انا ممكن ابدا اتكلم قبل ما البرزنتيشن يظهر. انا داير اديكم باك جراوند بسيط عن اي اي سي نفسه، اللي هو مركز رياده الاعمال. هو اي تريبل اي انتربرنور شيب سنتر، اللي هو الفكره بسيطه جدا انه احنا دايرين الناس الشغاله في الاي سي تي انه يلقوا فرص بتاعه رياده اعمال، كيف انهم يحولوا افكارهم، الافكار المبدعه، الافكار اللي ممكن تكون من ناحيه تكنيكال ممكن تكون مفيده للبشريه، كيف يحولوها من مشروع بسيط جدا او حاجه هم شغالينها في لاب لحاجه تطلع للعالم وتبقى شنو مفيده وتدخل اثر حقيقي. القصة دي كلها بدأت بحاجة بسيطة جدا، بدأت بفكرة ونحن حسينا انه الفكرة دي في لها نيد وفي بين وممكن نطلع بجين، يعني في بين حقيقي موجود، في ناس كتار بيشتغلوا يا اخواننا في مشاريع التخرج وفي اثناء الجامعة وحتى قبل الجامعة بالمناسبة، في ناس بيطلعوا حاجات كويسة جدا وافكار جميلة لكن ما في احتضان حقيقي ليها وما في شنو اثر بيكون ليها، ففي نيد وفي بين كبير وفي جين ممكن يطلع وفي شنو في ابداع كبير جدا وفي ابتكار وفي قدره بتاعه الابتكار. الفكره كويسه جدا، انتم ملاحظين الفكره، يعني زي ما بيقول فيكتور هيجو انه ما في اقوى من فكره حان وقتها، مش كده؟ يعني احنا شايفين الدنيا شغاله كيف وكده والحاصل وكده، الفكره قويه جدا. السبورت كان جيد جدا. اي تريبل اي احتضنت الفكره وكانت السبونسر بتاعها وعملت لنا سبورت قوي جدا. السينيورز في الاي تريبل اي دكتور شريف واستاذ خالد كانوا ناس واقفين معانا كويس. الفاوندر عبد الكريم بدا مول كويس، هو يمكن مول الميجرتي، يعني نحن ساعدناه وكده لكن هو مول. كل الفاكتورز دي كانت موجوده لكن نحن كنا شنو؟ بطيئين جدا، كنا شنو؟ سنيل. ما قادرين نتحرك. في كان ميسينج كومبوننت اللي هو شنو؟ التيم وشنو؟ والإفورت. ودي دي الحاجة المهمة جدا في السبيك بتاعي اللي أنا داير أقوله أو الطوق بتاعي اللي أنا داير أقوله الآن، إنه يا إخواننا بيزنس أو actualization of something في الدنيا equal effort. أنت لو ما عندك مجهود ما بتقدم مجهود حقيقي، وما كنت very brave إنك أنت مجهودك ده تقدم وتطلع به وكده، ما تتوقع إنه البيزنس بتاعك حيطلع. يعني إحنا الليلة صح هنساعدك وفي منتورز وفي كوتشيز وفي كونكشنز وفي ناس حيعرفوا بعض وكل الكلام ده موجود، لكن انت مفروض عشان البيزنس بتاعك يكون موجود لازم يكون في شنو افورت، لازم يكون في شنو مجهود وعمل وعطاء وكده عشان الحاجات تطلع. 2013 بدينا شيبين شنو التيم، عملنا التيم بتاعنا وعملنا الستارتنج سيرموني. بصراحة كان النيو ليدر يعني الباشمهندس خنساء كانت أنا أفتكر هي 10 بوينت زي ما بيقولوا في مسيرة المركز كله، يعني أنا ما عارف المركز كان ممكن يكون وين بدون خنساء. كثير من الممبرز دخلوا بعد ذاك في السنة الجاية، وبعد ذاك اتبذل إيفورت كبير خلال سنة كاملة عشان الإيفنت اللي أنتم شايفينه ده يقوم يكون موجود. إيفورت 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 لمدة شنو؟ سنة كاملة. الإفورت ده كله والمجهود اللي دعمل ده كله حيطلع في الثلاثة يوم الجاية قدامكم، حيطلع في شكل ستارت اب ويكند اللي هي فكرتها الأساسية إن توجد شنو ستارت ابس جديدة في الماركت وتساعد الناس إنه شنو يدفعوا الاقتصاد بتاعهم لقدام عبر شنو؟ عبر الفينجرز الجديدة أو الكابيتالز اللي حتتكون وتبقى فينجرز كابيتال. الستارت اب ويكند الآن 2014 عندها 1800 شنو؟ ايفنت وشغالة في
120 دولة وفي 200 سيتي حول العالم. يعني ممكن نحن الآن نكون شغالين يكون في إيفنتس شغالة معانا أو إيفنت حتبدأ في الإجازة القدامنا. يعني نحن طبعا الإجازة مختلفة عندنا في الغرب مختلفة وهكذا. الهيد كوارتر في سياتل في 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 واشنطن, والإيفنت ده هو فيرست تايم شنو في الخرطوم, أول مرة شنو في الخرطوم ده. طبعا بريف بسيط جدا, النت ملان ولابتوباتكم جاهزة وكده, ممكن بعد ذاك انت تخشوا. الفكرة كلها قايمة على الثلاثة يوم. اليوم الأول هيكون فيه الأوبنينج, وهيكون فيه ايديا سيلكشن, وهيكون فيه شنو التيم شيبينج, الناس تجهز التيمز بتاعتها عشان بعد ذاك تنطلق. اليوم الثاني بيكون التركيز بتاعه على شنو, على البيزنس موديلينج. الناس تبدا تعمل تشوف الكاستمرز بتاعنا, تعمل فيريفيكيشن للكاستمر سيجمنت. تفكر الكلام ده كله حنجيه, ونحن ككوتشز ومنتورز حنكون موجودين وقاعدين. يعني كلام لو بقى للناس شويه رايح حاسه ان احنا ان شاء الله شنو اللي قدام نكون مع بعض. دي 3 بيكون فيه اكسكيوشن, بيكون فيه الجادجز بيحددوا الوينرز, وبعد ذاك بيكون فيه كلوزنج شنو سيرموني, بيكون في كلوزنج سيرموني. في صحيح احنا الفكره الاساسيه انه اكشن, لكن في نوليدج شنو, في نوليدج فيها بيز بسيط احنا محتاجين نعرفه قبل ما شنو نخش طوالي على الاكشن. الموضوع يا اخواننا اكشن, يعني نحن هسه بعد شويه لما نخلص انا يعني ممكن هسه قبل ما اكمل كلامي التيم يجي ينزلوني المسرح يقول لي كفايه كلام خلاص دارين نبدا. الفكره اكشن, نحن دارين نخش في الاكشن, لكن لازم نعرف عن البيزنس موديلنج. لازم نعرف يعني شنو بيزنس موديلنج, وفكره البيزنس موديلنج هي فكره بسيطه جدا انه نحن كيف نحول الايديا بتاعت البيزنس او البيزنس الاكزيست لبلوكات نخطه في شكل بنقدر نشرحه للناس, نعمل بيه برزنتيشن, وبنقدر شنو نتفهم بيه مع بعض. دي فكره البيزنس, يعني اي زي اي حاجه نحن بنعمل لها موديلنج. يعني كلكم مثلا بتكونوا سمعتوا انه يقول لك الاعلام هو شنو, مرسل ومستقبل وميديا, مش كده؟ يقول لك ميديا ده موديلنج, ده نموذج. نفس الفكره احنا بنعملها في البيزنس, بنعمل شنو بيزنس شنو موديلنج. مهم جدا البيتشينج هو مهم جدا. شنو كيف انت تقدر تطلع الفكره بتاعتك, انت عندك فكره معينه, كيف تشرح الفكره بتاعتك دي في لحظه. الطريقه المهمه في الموضوع ده انك كيف انت توصل فكرتك مظبوطه وفي زمن شنو قليل جدا, اللي هي في 60 سكند. دي الحاجه المهمه جدا. وفي 3 دقائق دي لما بعدين تجوا اخر يوم تقدموا شنو برزنتيشن عن الفكره بتاعتكم. الجدج عندهم كرايتيريا, عندهم 5 elements هيقوموا شنو يقدموا بها, يحددوا بها الوينرز او يحددوا بها الفائزين. البيزنس موديل كانفاس فيه 9 بلوكس اساسيه, فيه الكاستمر سيجمنت, وفيه الفاليو بروبوزيشن, وفيه الكاستمر ريليشن, وفيه الشانلز, وفيه الريفينيو ستريم. هنجلس نشوفهم مرصوصين كويس. وده اسمه النص اليمين بتاع الكانفاس, اللي هو قصاد النص اليمين بتاع المخ. المخ النص اليمين بتاع شنو؟ كرياتيفيتي, مش كده؟ الابداع وكده وبتاع. النص الشمال هو بتاع الاستراكشر, الحاجات الهندسيه او الحاجات تحت الحسابات والكده, اللي هو ده الجزء ده. كي اكتيفيتيز, كي ريسورسز, بارتنرز, وشنو؟ وكوست استراكشر. دي حاجات شنو بتتحسب, مش كده؟ اول ما القصه تبقى كوست وقروش وبتاع معناها شنو؟ اكاونتنج وحسابات وقصص زي دي. ده شكل شنو؟ ده شكل الكانفاس. لو انا ما حددت الكاستمر بتاعي ما حاعرف انا داير اقدم له شنو منتج, شكله كيف, الهديه اللي انا داير اقدمها للزبون. ولو انا ما عرفت الهديه بتاعتي داير اقدمها للزبون, ما حاعرف الشانل اللي حوصل بها الهديه شنو للزبون, وما حاعرف حقدر اخدمه كيف, العلاقه بيني وبينه عشان اخدمه ما حاعرفه, ما حاقدر احددها كويس. وبالتالي لو ما عرفت ده كل لون ما حقدر اعرف الكاستمر ده حاطلع منه بقروش كم, صح؟ يبقى ببساطه الزبون, الهديه او المنتج اللي انا حقدمه له, البرودكت, العلاقه والشانل اللي انا حقدمها للزبون, والقروش اللي حشيلها منه. دي الجزء بتاع الكرياتيفيتي. لازم انا اكون كرياتيف عشان اقدر اتعامل مع الكاستمر بطريقه كل الحاجات دي حس بها حاجات شنو؟ يعني واضحه, وفي نفس الوقت تكون
فعلا بتخليه هو يدفع قروش. البيزنس لازم يكون فيه قروش والا هيموت، لانه الكاش فلو هو شنو؟ البلود فور ذا بزنس. الطرف اللي بيجاي ده طرف بعد ما حسبت ديل بتحسب، يعني بعد ذاك لازم احدد الاكتيفيتيز بتاعتي، النشاطات شنو انا داير عشان البيزنس ده يقوم، مش في نشاطات محدده عشان البيزنس يقوم. في ريسورسز، في موارد، يعني مثلا اذا كان النشاط هو توصيل المنتج يبقى الريسورس هو العربيه اللي بتوصل المنتج. وفي شنو بارتنرز، في شنو شركاء او ناس بيساعدوني عشان اقدم القيمه بتاعتي، واللي هم مثلا ممكن يكون ده السبلاير بتاعي. اذا انا مثلا عندي مغسله دي للناس اللي بيجيبوا شنو الصابون، او اذا انا كنت عندي فكره مثلا زي ابل ستور عندي ببيع اغاني مثلا، الناس اللي بيبيعوا اللي بيسجلوا الاغاني وبيبيعوها هم البارتنرز بتاعين شنو بتاعين ابل في ابل ستور. واخر حاجه الكوست ستراكشر، القصه اللي بيجاي دي هتكلفني كم، الاكتيفيتيز والريسورسز والبارتنرز هيكلفوني كم، عشان في الاخر اجي اعرف البيزنس بتاعي ده بجيب كم، كيف انقص ده من ده كده البيزنس بتاعي شنو بيجي بجيب كم. الكلام لو بسيط اوكي، اذا معقد يعني بنكون قاعدين، ما تخاف نكون قاعدين الناس بتتفاهم وبتدي الادفايس، لكن احنا دايرين الناس يقعدوا بالورقه والقلم، ما دايرين الكلام يكون شنو شرح، لانها تكون اكشن. ده الشكل اللي بتتعامل بيه وشنو البيزنس موديلينج، بيكون ورقه كبيره A3 وبعد ذاك بتتخطى فيها شنو ستيكرز تنزل فيها وتكتب فيها انت الحياه بتاعتك، وبعد ذاك عشان تقدر تغير في شنو في الكانفاس بتاعك، لانه الكانفاس نفسه اجايل يعني وشنو مرن، انت بتكتب فيه وبتغير بتكتب فيه وبتغير وهكذا. فدي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، كيف تقدر تطلع فكرتك في 60 ثانية، واللي هو دائما بيقولوها زي شنو زي إطلاق الكورة، انت داير الكورة بتاعتك تطلع مظبوط وتصل للتارجت المظبوط بالقوة المظبوط عشان تحقق الهدف المظبوط. لو القوة فيها مشكلة، لو ما وصلت الحتة المعينة برضو مشكلة، اللي هي زي لاعب البيسبول، دي اصلا المصطلح طالع من الحته دي. البيتشنج عنده شنو؟ عنده 6 اليمنتس اساسيه. اول حاجه واهم حاجه النقاط دي انا ما اعرف بعدين الشباب ممكن ما اعرف تتوزع او كده عشان الناس تتذكرها، لانه الكلام ده يعني كلها كم ساعه حتنفذوه، يعني يوم السبت انتوا الكلام ده حتعملوه، فركزوا كويس في الكلام ده لانه بعدين حيكون الجدج عندهم كلام فيه. ركز في المشكلة اللي انت داير تحلها، يعني انت لما ابدأ بشنو بالمشكلة مباشرة، اعمل شنو. الحاجة الثانية، وري كيف انت داير تحل المشكلة بتاعتك. سريع شوية، حاضر كويس، وري كيف داير تحل المشكلة بتاعتك. Tell us what you are already know، الحياة اللي انت عارفها كويس. Showcase البيرسوناليتي بتاعتك، لازم تطلع البيرسوناليتي بتاعتك و يعني الميننجفول بتاع الحاجة اللي انت داير تقدمها. في حاجات مهمة برضو لازم تاخدها في بالك وانت بتعمل pitching، مفروض تكون شنو ما تخش في details شديد، ما تخش في in depth في details. حاول تكون فاني او عندك قدره سريعه انك تقدم الحاجه بطريقه ظريفه. ما تطلع من دي حاجه مهمه جدا، ما تطلع من الستيج لو انت مشنو ما قلت الفكره بتاعتك دي اسمها شنو. دي ديتيلز عن الاناتومي اوف بيتشنج وتفاصيل ممكن بعدين تشوفوها، لكن اخر حاجه انا داير اتكلم عنها اللي هي الجادجينج كرايتيريا. الجادج حيعملوا جادجينج في شنو؟ في الخمسه حاجات دي اللي هي الكرياتيفيتي، حيتكلموا عن حيشوفوا البيزنس موديلنج والكاستمر فاليديشن، انه انت هاو ماتش الفكره بتاعتك فيري سوليد وانت الكاستمرز عندك فاليد. الديزاين بتاع الكاستمر اكسبيرينس، الزول لما يجي يخش على الابلكيشن بتاعك حيكون شكله كيف؟ الاكسكيوشن بتاعك، وصلت وين في الاكسكيوشن بتاعك؟ واخر حاجه الكاش فلو بتاعك.
انا خلصتها. انا بس اخر حاجه داير اشكر التيم كلهم، مرتضى جاب صورهم وكده، لكن انا داير اشكر التيم واحد واحد، يعني الشباب خنساء وهبة وأحمد المرتضى وأحمد الشيخ، الشباب دين كلهم، الشباب دين تعبوا جدا. داير أشكر السبونسرز، داير أشكرهم كلهم، يعني داير أشكر بنك النيلين، داير أشكر الجهات كاتبينهم لي في ورقة طبعا أنا لأنه ما حافظ، لكن يعني اعذرونا إذا ما ذكرنا كل الناس، لكن السبونسرز موجودين طبعا كلهم موجودين برا. أتمنى إنه الإيفنت يكون إيفنت قوي وتطلعوا منه بنتائج. اهتموا جدا بانكم تعملوا كونكشنز يا اخواننا مع كل الناس الموجودين، واخذوا الريسورسز كويس، اعرفوا الحاجات، لانه انتم حتطلعوا من هنا رجال اعمال لازم تنفذوا افكاركم دي على ارض الواقع. شكرا لكم كثير. طوالت طوالت. طيب هسه ناخذ دقيقه ناخذ استراحه على الصلاه، يعني نرجع للوقت 7 إلى 10، يعني 20 دقيقة للصلاة، نرجع هون 7 إلى 10. شكرا جزيلا، لميت الموضوع سريع سريع. شكرا شكرا. شكرا. كيف كان كويس؟ وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الله يسلمك. كيف الحال؟ الشباب طبعا قالوا يعني قالوا في منتورز كده مركزين معاه، وانت واحد منهم. انا ما داير نركز معاه لان انا ما منتور بذكر عليها. في لحظة ممكن يكون فيها منتور، في لحظة ممكن يكون معدين وشغال. طبعا ما هي سايكل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، لكن انا قصدي حتى التيم والله. يعني في ناس كده في الجروب بتاع المانجمنت بيذكروهم كده بالاسم، بقول لك دي الناس يعني انت بالذات قال رمضان ده زول عجيب. احنا بس يعني انا بنقول كده حاجه جديده من يعني من الغمس فيها زي اي اي مهم جدا ان شاء الله يطلع بالشكل. لا 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 اكيد اكيد اكيد. الله يسلمك حبيبك. الله يسلمك. نبدا الاسئله مع حد جدا جدا كويس جدا جدا. الله يكرمك شكرا جزيلا، مع انه قرعوا مني 5 دقائق في الاخر ليه؟ شكرا شكرا الله يكرمك. يا حمد لا حق المايك حق الماوس ده خلاص ها انا في المسرح بيقلع في انا بس انا اوريك عشان تعرف بتاعك بتاعك ما عليك الله start pitching. So we're going to be late. We're going to start probably around 8 for the pitches. 8 o'clock? Yeah. It's too late. So they're going to be here at 7 o'clock? Yeah. You're going to take 1 hour? Because we'll play the game for like 20 minutes. Okay. It's just kind of ice breaking. Yeah. Networking time. Yeah. Okay. Is that okay? Okay. Okay.
Yeah, so because I think the game is useful. I don't want to cut. I don't want to skip the game. It's useful. I'll try to go through this as fast as possible. And then, yeah. Okay, it'll be okay. I mean, the pitching of ideas is going to last 2 hours. Well, the pitch is hopefully around 40 minutes. How many people do you think they'll pitch? I think 25, 30. Okay, so yeah, that's about 40 minutes. Because each person gets 1 minute, right? Yeah, I'll have time. Then we probably... So pitching is 40 minutes, and then we'll do the voting for like 40 minutes too. Yeah. And then we'll add up the things, and then... So probably be done around 9:30 for the voting. So we'll finish voting around 9:30. 9:30. Okay. And then people can start forming teams, and then the rest of them. We have time until 11 o'clock. Okay. I'm afraid that girls are going to leave. We will. At 10:30. Okay, we'll have much time then. Yeah, don't worry. It's gonna be fine. Okay. Yeah. Will coffee break shortly, sir? When they're going to vote, they're going to have a coffee break. Fresh okay. Available for okay, so okay. Around like 8 o'clock? Yeah. Wait. Yeah. Immediately 8:30. After they will be back here to the hall. We will prepare the refreshment okay. Outside. Okay. Take calmness. Okay, sounds good. Thank you.